لاتيه القرنفل بالسكر البني. القرنفل من الحاجات اللطيفه جدا جدا، وخاصه للناس اللي عندها مشاكل في الصدر. عندي هنا سكر بني ولبن، قهوه سريعه الذوبان، قرنفل، مطحون وكامل، سكر بني وميه. احنا عايزين نعمل حاجه كده زي كراميل منكه بالقرنفل، فهنعمل ايه؟ هنحط هنا سكر بني، عشان نكرمله هنديله كمان واحدتين من القرنفل ورشه. القرنفل تتعاملوا معاه بحذر شديد علشان قوي. رشه قرنفل مع السكر البني، مع الله على الريحه، مع السكر البني والقرنفل المطحون. هنحط فيه المج هنا، القهوه، كل واحد برضو حسب طبعا بيستخدم كمية قهوة قد ايه على الكوباية. هو تقريبا البوتاجاز النهاردة مش شغال اصلا يعني مجاش، يعني كويس ان احنا بنعمل مشاريب ومش محتاجين نار عالية. ادي السكر، بصوا من غير اي اضافات لانه ده سكر بني فبيتحول على طول لكراميل مع الحراره. عينينا بس عليه، لان كالعاده الفرق ما بين اللون اللي احنا عايزينه والحرق حاجه بسيطه جدا. وتخلوا بالكم من ايديكم يا جماعه ارجوكم، لان الله قدر الله اللسعه بتاعه السكر يعني غير محتمله، فخلوا بالكم. كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا عملنا السيرب او العسل او الكراميل اللي بطعم الايه؟ القرنفل. وتدعوا لنا ده لو حطيتوه في برطمان، وكل ما تيجوا تعملوا مشروب تحلوه بالسكر ده مش هتصدقوا جمال الحاجة هتبقى عاملة ازاي. نزل بقى عليه، بس انا عايز اسخن اللبن ده حاجه بسيطه، اسخنه شويه. ناخد هنا تقليبه القهوه مع الشربات او الكراميل، هاخده على الاسبريسو او القهوه سريعه الذوبان اللي هنا اللي معاها اللبن المتنكه، شايفين، بالقرنفل. وزي ما قلت لكم القرنفل من الحاجات اللي لو استخدمتوها في كمنكه يعني مش هتبطلوا ان انتوا تستخدموها، لانها حلوه قوي 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 قوي.